بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا في رحاب برنامج والصلح خير. ندخل بيوتكم من خلال هذا المباشر، نتمعن في قضاياكم ونعرض مشكلاتكم، خلافاتكم ونزاعاتكم، نتمعن في أدق تفاصيلها، ونعود إليكم مرة أخرى للالتزام بهذه الآية الكريمة من ذكر الله العزيز الحكيم، ألا وهي والصلح خير. هذه الآية الكريمة التي تعالج كل المشكلات، الخلافات والنزاعات من خلال برنامجكم والصلح خير. مرحبا بكم، مرحبا بكل من يتصل بنا، بكل من يتصل بنا، من يتواصل معنا ومن يلتقط عبر الأقمار الاصطناعية. أرحب أيضا بالزميلة زينب التي تتواصل معنا ومعكم من خلال هذا المباشر في ترجمة هذا اللقاء عفوا إلى لغة الإشارة. وباسمكم جميعا أرحب بالدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح الذي يصلح ذات بيننا، استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. مرحبا بك دكتور. مرحبا نجات، كيف حالك دكتور؟ الحمد لله. الحمد لله، أنت بخير؟ الحمد لله دكتور. إذن هذه السهرة سنخصصها لقضايا الجالية التي نعيش مع جاليتنا في الخارج. نعم، نعيش مع جاليتنا في الخارج، وهو ملف قد فتحناه في الأسبوع الماضي. نعم. وسنقوم بعرض العديد من القضايا التي تخص الجالية المسلمة بالخارج. قضايا الجالية في هذا العدد هو العنوان، والعدد الثاني يتعلق معذرة بالأسرة. إذن سنعرض للنقاش في هذه السهرة الأسرة المسلمة في المجتمعات الأجنبية، وما هي طبيعة القضايا التي تعيشها هذه الأسرة في المجتمعات الأجنبية. الأسرة في ديار الغربة ثمرة من ثمرات الحياة الاجتماعية في مجتمع غريب بعاداته وتقاليده وتصوراته للحياة وقواعده وسلوكاته. الأسرة المسلمة أمام كل هذه التحديات، كيف تحمي نفسها أمام عملية التنشئة الاجتماعية هناك في المجتمعات الغربية أو المجتمعات الأجنبية. ومن خلال هذا المباشر سنتمعن في قضايا الأسرة التي تأتينا عن طريق البريد العادي والإلكتروني أو عن طريق الاتصالات، كما أننا سنستمع إلى قضاياكم من خلال هذا المباشر، لأنكم في حقيقة الأمر ستشاهدون رقم التليفون الذي يكون همزة وصل بيننا وبينكم. ونعود إلى فضيلة الدكتور السعيد بوزي في هذه المقدمة التي تتعلق بالأسرة في المجتمعات الغربية. دكتور سعيد، الأسرة تعتبر اللبنة الأولى في بناء المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة وعدم تفككها وانهيارها دكتور وضياعها في بلاد المهجر هو موضوع في غاية الأهمية والخطورة، والذي سنناقشه اليوم في هذه السهرة. ما مدى دكتور سعيد أهمية مساهمة الجالية في تكوين هذه الأسرة الصالحة بالالتزام بحمايتها من الانهيار والتفكك والذوبان في مجتمعات أجنبية؟ دكتور تفضل. تفضل نجات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا سمان والمرخبا يسوان ارتدويل تنوان والصلح خير. الأسرة، الأسرة عموما هي اللبنة الأساس في بناء المجتمع. نعم. إذا كانت الأسرة قوية كان المجتمع قويا متماسكا، وإذا كانت الأسرة ضعيفة أو مهزوزة يهتز معها المجتمع يقينا في كيانه المعنوي وفي كيانه المادي. والأسرة في بلاد المهجر هي
أكثر الأسر تعرضا للصدمات، أكثر الأسر تعرضا للهزات والزلازل، لأنها كما قلت نجاة تعيش في بلاد أجنبية، فالأسرة قد تتشكل في الوطن، في أي وطن من أوطان الإسلام، نعم، ثم تنتقل تهاجر إلى بلاد الغرب، إلى البلدان الأجنبية، وقد تؤسس هناك، ممكن تؤسس في بلاد المهجر. النواة الأولى تؤسس هناك. النواة الأولى تؤسس هناك. سواء تعلق الأمر بالنوع الأول أو بالنوع الثاني، في كل أحوال هذه الأسرة كما قلت نجاة وأحسنتي بارك الله فيك تعيش في منطقة وفي بلاد تختلف هذه الأسرة مع تلك البلدان في دينها. نبدأ بالدين. نعم. هناك أسرة مسلمة تعيش في بلد له دين آخر. نعم. إذن هذا تحدي كبير. كيف تتميز هذه الأسرة في تدينها؟ ما هي العوامل التي تجعلها تلتزم بأحكام دينها في مختلف العبادات والأعياد وغيرها من المناسبات؟ ثم أن هذه الأسرة تختلف مع تلك البلدان في عاداتها وأعرافها، والأعراف لها دور كبير في تميز الأسرة وفي استقرارها وفي انسجامها بين أفراد عائلتها وبين ومع الأسر الأخرى. وكذلك اختلاف الثقافات، يعني فضلا عن اختلاف الدين واختلاف يعني اختلاف الديانة واختلاف الأعراف والعادات، نأتي إلى اختلاف الثقافات. فالثقافة حينما تختلف هذا أيضا هذه عقبة من العقبات عن ثقافة وطن الأم، فهذا أيضا وكأنه جهاد دكتور بالنسبة صحيح لهذه الأسر. هو نوع من أنواع الجهاد. نعم. يعني اليقظة والانتباه المستمر والحذر. نعم. وإلا ستعرض هذه الأسرة للدمار والانهيار والتفكك، ربما للذوبان. كم من أسرة ذابت في نعم الثقافات الغربية وفي الثقافات الأجنبية وفي أعرافها وعاداتهم. ونلاحظ ذلك حينما يأتي هؤلاء إلى أوطانهم تبدو الغرابة في سلوكاتهم. في سلوكاتهم نعم. يعني تصدر منهم سلوكات غريبة تتنافى مع تديننا، تتنافى مع عاداتنا وأعرافنا. نعم. هو إشكال كبير. لذلك الجاليات الآن المسلمة بالخارج تجتهد، والحمد لله، من خلال تواصلها، من خلال تعاونها، من خلال التنظيمات التي أسسوا لها. يعني أسست هذه الجاليات لجملة من التنظيمات والجمعيات والعيش المشترك، وجود مراكز إسلامية وموجود مساجد أيضا، دور نعم. للثقافة ودور للقاءات وبعض المدارس ربما التي تدرس المدارس. اللغة العربية أيضا نعم. المدارس بمختلف أنواعها تدرس يعني. الدين الإسلامي وتدرس اللغة العربية، والأسرة تحافظ على لغاتها الأم. يعني هناك أسر تحافظ على اللغة الأمازيغية داخل الأسرة، يعني في أوروبا، في بمختلف يعني في مختلف البلاد لا تزال الأسر تحافظ على اللغة الأم، على اللغة القبيلية، على اللغة العربية، على يعني هناك ثوابت أسر هذه تمسكت بهذه الثوابت. ربما يختلف الأمر بالنسبة لسنوات السبعينات والثمانينات ثم التسعينات، ثم يعني هذه السنوات يعني الأخيرة. هل فيما يبدو هذا الاختلاف بالنسبة للجالية التي هاجرت خاصة مباشرة بعد الاستقلال دكتور سعيد؟ والله في أكيد فيه اختلافات، يعني الذي يستقرئ هذه المراحل يلاحظ اختلافا كبيرا. كبيرا نعم. يعني هناك في بعض المراحل نجد الأسرة متمسكة بهذه الأمور تماما، بثوابتها الدينية، بثوابتها بأصالة أوطانها وبثقافتها وعاداتها وقيمها الأصيلة، تتمثلها في
سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة، في مجال في فضاءات العمل المختلفة. ولكن في هذه السنوات الأخيرة مع العولمة الثقافية والعولمة الإعلامية والدول الكبرى التي تريد أن تفرض أنماطا من الثقافات وأنماطا من الأعراف والعادات والقيم الجديدة التي تبث في جميع الأسر، ليس فقط في بلاد المهجر بل حتى في أوطاننا، في أوطان نعاني معاناة شديدة جدا. هذا الذي يجعل الأسرة الآن تواجه تحديات كبيرة، تحديات ثقافية، تحديات قيمية تربوية أخلاقية، تحديات إعلامية كبرى، يعني تدعمها مؤسسات إعلامية كبيرة جدا. يعني هذه البلدان في الحقيقة لا تقوى على هذه المواجهة. لذلك لابد من التعاون، ولابد من التناغم، لابد من الاقتراب، اقتراب هذه الأسر بعضها ببعض، لكي لا تذوب، لكي لا تنهار. ومما نعرفه ونلاحظه حتى تصمد أمام هذه الهزات، لأن الإنسان أو الأسرة بمفردها لا تستطيع، ستذوب حتما وتنهار أمام تلك الموجات الكبيرة التي تواجهها يوميا. يوميا عبر جميع الوسائل المختلفة. لذلك يعني وجود هذه الأسر، هذا التعايش المشترك وهذا العيش المشترك يعني يقويها ويجعلها تصمد أمام هذه الهزات وأمام هذه المصائب الكبرى التي قد تؤدي في النهاية إلى ذهابها وإلى فقدانها لكيانها ولأصالتها. ومما نأسف له كثيرا، هناك من ضاع حقيقة. يعني الآن وقد جاءتنا الكثير من القضايا حيث يموت الأب المسلم ويخلف أولادا ليسوا مسلمين. هذا أمر محزن للغاية جدا. وقد استقبلنا العديد من القضايا في هذا الشأن، يعني والكثير منهم يحملون أسماء كأسمائنا، ولكن للأسف يعني ما حافظوا على دين أبائهم. لذلك يأتي عدد اليوم مركزا في حياتهم اليومية. هل يعتبرون أجانب رغم الأسماء العربية، ولا هل يعتبرون يعيشون حياة الأجانب؟ هل هذا الذي تقصده دكتور؟ نعم، يعني يحملون أسماء كأسمائنا، ولكن في الحياة، ولكن لا تعكس في حياتهم، يعني سلوكاتهم تصرفاتهم لا تعكس يعني هذه المظاهر أو هذه الواجهات المتمثلة في الأسماء والألقاب. هل هذا أمر محزن دكتور؟ أمر محزن للغاية وكئيبة. يعني ويا ما حررنا الكثير من العديد من الفرائض، حيث للأسف يسقط هؤلاء من تشكيلة الورثة بسبب عدم التزامهم بدين أبائهم. فأمر محزن للغاية. لذلك فالقضية هي قضيتنا جميعا، فنحن ننتمي إلى هذه الأسر وهذه الأسر تنتمي إلينا، وهمنا واحد. ولابد أن نتعاون جميعا داخل أوطاننا وخارج أوطاننا من أجل تجاوز هذه العقبات والتذليل الصعوبات التي تواجهها الأسرة المسلمة في بلاد المهجر. بارك الله فيك دكتور. بالنسبة لهذه المقدمة التي فهمنا منها العديد من المقاصد التي تتعلق بحياة الأسرة أو الأسرة المسلمة في المجتمعات الأجنبية، يرافقنا من خلال هذا البرنامج ركن قضايا الجالية. تابعوا معنا ونعود إلى البلاتو. Thank you.
إذن قضايا الجالية من خلال هذا المباشر العدد الثاني الذي يتعلق بالأسرة المسلمة في ديار الغربة، ونضع تحت تصرفكم أرقام الهاتف التي تشاهدونها في أسفل الشاشة لكل مغترب أراد أن يسأل أو يعرض قضية تتعلق بحياته اليومية أو بحياة أسرته في المجتمعات الغربية، فنحن في الخدمة من خلال هذا المباشر. كما وعدناكم في بداية البرنامج سنقوم بعرض بعض القضايا التي ترد عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني أو عن طريق اتصالاتكم من ديار الغربة لبرنامج والصلح خير، والبداية تكون مع قضية زينب من كندا. دكتور سعيد، قضية زينب من كندا متزوجة بجزائري دكتور وهي جزائرية، تقول مات والدي وأخي بوباء كورونا ربي يرحمهم، ولم أحضر الجنازة لعدم التمكن من السفر. دكتور، حضرت إلى وطني بعد 3 أشهر من الجنازة، ومكثت في الوطن أسبوعين ورجعت إلى كندا لظروفي العملي، ولكن لازال الحزن يعني يعصر قلب زينب، وتريد توجيهات خاصة بالنسبة لها أو بالنسبة لمن هم في ديار الغربة وفقدوا الوالد أو الوالدة أو الأخ. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين خاصة في ظروف وباء كورونا. تفضل دكتور سعيد. لك الفضل يا نجات. زينب من كندا، الحقيقة يعني قضيتك هي قضية الكثير الذين هم في ديار الغربة، الذين فقدوا أعزائهم وفقدوا أقاربهم ولا يقدرون على حضور الجنازة. نعم. وحضور الجنازة يخفف من ألم الحزن. ولكن أطمئنك يا زينب أن هذه المعاناة عانى منها الكثير حتى داخل الوطن، لأن الكثير ممن ماتوا بوباء كورونا نسأل الله أن يرفعه عنا وعن الناس جميعا داخل الوطن، ولكن ما تمكنوا من حضور الجنازة لأسباب معلومة. فهذا الوباء الذي زلزل المجتمعات وزلزل الاقتصاد العالمي لا يزال هذا الوباء قائما، نسأل الله عز وجل أن يعجل بذهابه. ولكن ألمكم في الغربة أكثر، لأنه مهما كان يا نجاة الألم داخل الوطن يكون خفيفا، لأن الإنسان يعيش في وطنه ولكن مع أهله الدمعة هذه تخفف حقيقة واحد كي يحضر داخل الوطن ويتقاسمها الجميع. دكتور، يتقاسم الجميع ذلك الألم وتلك المصيبة. في الغربة دكتور يبدو أنهم يبكوا وحدهم، يبكوا وحدهم، يعني الأمر صعب. ومن الشواهد التي تحضرني الآن بعضهم كان يتبع الجنازة عن طريق التكنولوجيا، يعني فهو يقول يعني، وسمعنا كثير يعني ممن حضرنا جنائز أقاربهم في الوطن. نعم. يقول ليتني أكون طائرا، أتحول إلى طائر. نعم. لأحضر هذه الجنازة ثم أعود. يعني الحضور مع الأهل والأقارب يخفف من ألم الوفاة وفقدان الأعزاء. ولكن يا زينب، الغربة في الحقيقة هي في حد ذاتها ألم، يعني اجتمع عليك ألمان. نعم. أنت وأمثالك، ألم الغربة وألم فقدان الأب والأخ وعدم القدرة من حضور الجنائز. يعني هذا أمر محزن، نواسيك ونقولك عظم الله أجرك وأجر عائلتك وعظم الله أجر الجميع في من فقدناهم بسبب هذا الوباء أو بسبب الأمراض الأخرى، لأن الوفاة واحدة وإن تعددت أسبابها. ولكن أقول لك يا زينب، بقدر الألم يكون الأجر، ولكن الأجر يكون مع الصبر. يعني كلما تصبروا كلما إن شاء الله ربي سبحانه يعطيكم الأجر الذي الأجر الموعود.
ربنا يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يستقبل المؤمن حيث كان. يعني المصيبة تفهمنا بأن المصيبة تكون أثقل وأكثر ألما وأعمق جرحا بالنسبة للناس المغتربين مثلك، ولكن ربنا عادل، بقدر الألم بقدر الجرح يعني يكون الأجر. ورب سبحانه وعد الصابرين بقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. هذه الآية القرآنية تزرع الأمل في قلوب المصابين. إن شاء الله ربي يصبركم وربي يعطي لكم الأجر الوفير، وعوضوا ذلك بالصبر الجميل وبالدعاء. إن شاء الله عندكم أجر عند ربي سبحانه عز وجل. وقلوبكم المكلومة المجروحة قريبة من الله، وكلما ترفعوا الدعوة على ربي سبحانه وربي إن شاء الله يتقبلها. أكثر من الدعاء يا زينب، أنت والعائلة اللي معاك في 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 كندا، وإن شاء الله ربي يثبتكم ويثبت أجركم، واللي راحوا باباك وأخوك واللي ماتوا جميعا، أسأل الله عز وجل لهم الرحمة. الدنيا جملة من الفراقات، الدنيا مجموعة من الفراقات، ولكن في الآخرة لقاء بلا فراق. بارك الله فيك دكتور سعيد، وأغتنم هذه الفرصة بالنسبة لهذا المباشر، نحاول من خلال برنامج والصلح خير أن نخفف عنكم كل الألام والأحزان، ونسهل عملية التواصل بيننا وبينكم من خلال اتصالاتكم في أرقام الهاتف التي تشاهدونها في أسفل الشاشة. ومازلنا نتحدث دائما عن قضايا الجالية المسلمة في المهجر، لنصل إلى عبد السلام جزائري يعيش بفرنسا. دكتور، وهذا الأمر يتعلق بالأحكام التي تصدر من المحاكم الفرنسية. يقول صدر حكم الطلاق بفرنسا بمحكمة فرنسية، يطلب استفسار عن إجراءات إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من المحكمة الفرنسية. دكتور سعيد، عبد السلام جزائري بفرنسا. نعم يا أخي عبد السلام، سؤالك أيضا يهم الكثير من الناس الذين استصدروا أحكاما قضائية بالمحاكم الأجنبية التي يعيشون فيها. حكم الطلاق الذي صدر من محكمة فرنسية لا يمكن أن يطبق بالجزائر، لا يمكن، إلا بما يسمى بإضفاء الصيغة التنفيذية على هذا الحكم الصادر من محكمة أجنبية على مستوى محكمة مختصة في الجزائر. هذه القضية نجات يعني كثير اللي طرحوها، ولكن يعني من خلال إجابتنا للأخ عبد السلام فالإجابة تعم الجميع ويستفيد منها الجميع. أولا الجزائر عندها اتفاقية صدرت في 1964. نأخذ اتصال. دكتور يقول سعيد زكية من فرنسا، السلام عليكم أختي الكريمة. عليكم السلام. السلام عليكم زكية. الو، السلام عليكم زكية، راكي تسمعي فيا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل تسمعني زكية؟ عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك زكية، تفضلي زكية أنا أسمع فيك. سمحي لي أختي، عندي وي. زكية هل أنت معنا؟ عيشك. لست أدري إذا كان في خلل بالنسبة لي. أختي أنا عندي شيخي عجوزتي ماتوا هنايا. أنا أسمعها من خلال. تفضلي زكية، تفضلي 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 زكية، مرحبا بك زكية، تفضلي. سمحيلي. ما رانيش أسمعها سعيد. أكيد سمعيني. الآن أسمعك، تفضلي تفضلي. عندي شيخي وعجوزتي ماتوا هنا يا ربي يرحمهم. عندك شيخك وعجوزتك ماتوا هنا؟ نعم.
عندي شيخي وعجوزتي ماتوا هنايا في فرنسا. متى في فرنسا زكية؟ وقتاش ماتوا زكية؟ كمل يسترسلي في الكلام يا زكية. شيخك وعجوزتك ماتوا ثم عندكم في فرنسا. عندها بزاف. طيب وصلي وصلي وصلي. طيب ولا ايه دفناهم هنايا وانا بغيت باش نديهم للبلاد، واش يقول الشيخ في هذا الموضوع؟ دفنتوهم في فرنسا وحبيتي يعني تديهم للبلاد هكذا زكية؟ وي زكية دف حبيت باش نديهم للبلاد. طيب الدكتور ربما حبيت دفنتوهم في مقبرة خاصة بالمسلمين ولا في مقبرة أخرى مع الآخرين؟ وين دفنتوهم؟ هل ترشيتوا المقبرة ولا كريتوها؟ لأنه نعرفوا هذا موجود في بلاد الغربة. دفناهم مع ولا كريناها كريناها في كراء وي في بلاد الغربة كرينا المقبرة. فوزافي لوي كريناها. اوكي اوكي طيب كريناها لو كان ما نخلصوش الواي وكان ما نخلصوش الكراء يقلعوهم يحرقوهم. اوكي اوكي واضح. ان شاء الله ما يكون غير الخير زكية. واضح زكية. نعم خفتي؟ طيب إيه خفت، بس خفت انا بعيد شر وكان نموت انايا بالك ما نلقاش شكون يخلص من بعد يحرقوه. ان شاء الله ما يكون غير الخير زكية. سؤال واضح. يا ربي خفت بزاف. اكيد اكيد. في خوف يعني على الموتى المسلمين هناك. زكية تابعي البرنامج وراح تسمعي الاجراءات اللي راح دكتور سعيد بوزري تفضل بها باش ربما يساعدوك في طريقة الدفن ان شاء الله في الوطن الام. واضح. هل هناك اتصال لحياة او نكمل مع عبد السلام من نكمل اذا عبد السلام من فرنسا؟ نعم. اذا لا يمكن تطبيق الحكم الصادر من محكمة اجنبية سواء تعلق الامر بمحكمة فرنسية او بريطانية او امريكية او كندية، لا يمكن تطبيق هذه الاحكام الصادرة في البلاد الاجنبية داخل الجزائر طبقا لاتفاقية 1964 وعملا بالقانون رقم 08-09 وهو قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاصة من المادة 605 وما بعدها. المادة 605 يا أخي عبد السلام تمنع تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم الأجنبية في الجزائر ولو كانت ممهورة بالصيغة التنفيذية إلا بعدما يضفى عليها ما يسمى بالصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي، ولكن لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بشروط. من هذه الشروط أن يحظى الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية بقوة الشيء المقضي به داخل المحكمة الأجنبية. بمعنى دكتور؟ بمعنى الحكم صدر الجوجمون هذا صدر في التريبينال في المحكمة الأجنبية في أي بلد يكون حكم نهائي حاضية بقوة الشيء المقضي به. نعم. ما يعني استنفذ كل الطرق نتاع الطعن خلاص يعني اصبح حكما نهائيا. يعني اون باس ليكزيكسيون. ليكزيكسيون. نعم. ولكن ليكزيكسيون يكون هناك باش يطبق في الجزائر لا يمكن. طيب. باش نجيبوا ان جوجمون اللي صدر في حكم في محكمة أجنبية باش يطبق في الجزائر لازم له طبقا للمادة 605 عمل بمقتضى اتفاقية 1964 نعم الكونفونسيون هذه وعملا بالقانون 08-09 في القانون 08-09 نعم. مباشرة المادة 605 ذكرت شروطا بعدما قالت لا يمكن تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية إلى آخره إلا بعد إضفاء الصيغة التنفيذية عليها، ولكن بشروط، شرط من هذه الشروط أن يحظى
هذا الحكم الأجنبي بما يسمى بقوة الشيء المقضي به داخل المحكمة الأجنبية. طيب. في البلد الذي يعيش فيه يعني هذا نعم المواطن. مغترب. نعم المغترب. الشرط الثاني لا يخالف حكما أو قرارا صادرا عن محكمة جزائرية في الموضوع نفسه. إذا كان القضية الكونفلي هذاك اللي صدر عليه الحكم في محكمة أجنبية. أجنبية نعم طيب. ما يلزمش يخالف الحكم اللي صدر من محكمة جزائرية. ما يلزمش يختلفوا. لو كان هذاك الحكم يخالف يولي هذا الحكم اللي صدر في بلد أجنبي لا يمكن تنفيذه في الجزائر. لماذا؟ لأنه مخالف لحكم أو قرار صادر من جهة قضائية في الجزائر. وكذلك في شرط آخر مهم لا يخالف الحكم الصادر من محكمة أجنبية النظام العام في الجزائر، لا يخالف الآداب العامة. كل ذلك موجود يعني في المادة 605 ألا تتضمن. نعم هناك نعم دكتور سنعود إلى نعم. عبد السلام من فرنسا بالنسبة لهذه القضية يقول سعيد وحياة فيه سيدة نحن الأمر يتعلق بقضايا الجالية ولكن قلت له معليش فوتها ربما عندها مشكلات نعم. المواريد فأم أحمد من العاصمة ونواصل بالنسبة لقضايا الجالية لأنه عنوان اليوم يتعلق بالأسرة. أم أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا بك أختي الكريمة. شكرا. العفو. أريد أن أقدم للشيخ ما حكم الدين في ما حكم الدين؟ ما حكم الدين في الولي الذي يريد تقسيم ممتلكاته في حياته بين الذكور والإناث ولكن لا يقدم للإناث حقهن ويتجاوز بذلك ما ذكر في القرآن حظ الأنثيين. نعم. والإناث أكيد يرفضن ذلك دون رضاهن فما حكم الدين في ذلك؟ طيب واضح واضح أم أحمد من العاصمة بالنسبة لهذا السؤال وهذه القضية التي تتعلق بالنسبة للمواريث ونستمر دائما مع قضايا الجاليان نخلو لهم الوقت للاتصال بنا وللاستماع إلى قضاياهم. عبد السلام من فرنسا دكتور بالنسبة للحكم الذي صادر في المحكمة الجزائرية لا يخالف أن يخالف الحكم الصادر في نعم بشروط مصطلح المادة 605 من قانون 0809 اللي هو قانون الإجراءات المدنية والإدارية من هذه الشروط لا يخالف الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية قواعد الاختصاص لا يخالف حكما أو قرارا قضائيا صادر في الجزائر أن يكون ذلك الحكم أن يحظى بقوة الشيء المقضي به في بلده وأن لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الجزائر. هذه كلها وردت في المادة 605 من قانون 0809. أما ما يتعلق بمضمون المادة 607 من هذا القانون قانون 0809 لابد أن يصدر يعني أن يرفع هذا الأمر أمام المحكمة المختصة. ما هي المحكمة المختصة في الجزائر؟ يعني التي تكون في مجال اختصاص الشخص الذي ينفذ عليه يعني موطن المنفذ عليه. نعم. هذه هي المحكمة المختصة هذه هي الجهة المختصة طبقا للمادة 607. القضية للقوانين تحكم هذه المسألة يا عبد السلام قضية تطرح كثيرا وأكد على هذا هي الاتفاقية نتاع 1964 خاصة المواد المادة الأولى والمادة الثانية والمادة السادسة من هذه الاتفاقية. أما بالنسبة للجزائر لابد من العمل بمقتضى القانون رقم 0809 المواد من المادة 605 وما بعدها. نعم. المادة 605 606 607 608 هذه المواد هي التي تحكم هذه القضية. يعني الحكم الأجنبي
باش يطبق في الجزائر لازم يخضع لهذه القواعد. نعم. لازم تطبق هذه القواعد. والبلدان الأخرى يعني في المغرب وفي تونس وفي ليبيا وفي مصر والبلدان وفي الأردن وغيرها من البلدان لها ما يشبهها. لها ما يشبهها. نعم. الوقت لا يسمح باش نذكر، يعني معظم المواد القانونية الصادرة من هذه البلدان تقريبا تشبه المواد التي ذكرناها في الجزائر. نعم. شكرا دكتور. نأخذ اتصال كريم من فرنسا. السلام عليكم كريم. وعليكم السلام أخت نجد. مرحبا بك أخي، تفضل إذا كان عندك قضية نحن تفضل. شكرا بارك الله فيك. العفو. أختي أنا عندي واحد المداخلة فقط على تفضل. الجالية الفرنسية الجالية الجزائرية في فرنسا فقط. تفضل. جست نصيحة للشباب، الشباب هذه اللي هاجر هنا لفرنسا وحاب يعمل كما نقولوا هنا الحياة الغير حقيقية، يعني احنا نشوف الشباب باغي يحب يجي هنا لفرنسا ويعيش كيما الحياة الرفاهية. نعم. سيدي انا عندي 16 سنة هنا في 16 سنة في ديار الغربة. نعم كريم. في الغربة. نعم. وحقيقة يعني اتصادمت يعني بعد ما جوني ولو عندي وليدات ان شاء الله الحمد لله رب العالمين بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ربي يحفظهم لك. بارك الله فيك. وفيك بركة. المشكلة هنا كيفاش راح تربي ولادك؟ احنا سمعنا الشيخ قبيلة قال لك يعني هنا المدرسة، احنا هضر على لو سيستيم يعني كيفاش قرا وقاهم. نعم. رأي في المدرسة احنا شوف رانا محروقين على ولادنا هنا. تبعث في المدرسة 8 سوايع في المدرسة. نعم. الشيء اللي راح يقرأ في المدرسة هو يعني مخالف لديننا الحنيف. نعم. مخالف للأسف. نعم. يعيش في الدار، يعيش البرة، يعني المخالطة مع شباب أخرين يعني خارجين على الدين. في المدرسة لا، ما كانش لا دين لا شارع. هي فرنسا هنا ولا أي دولة غربية يعني أن سبحان الله ما هيش عدوة الدين الإسلامي، يعني عدوة لكل الأديان. طيب يعني هذا مشكل اللي عنده، يعني الإنسان اللي عنده أولاد ويخسر أولاده هنا في يعني فيجي هنا يعني فينالمون بعد يخسر ولاده اكبر خساره هذه هي يعني مش فهمت. لذلك احنا نقولوا لولادنا يعني في الجزائر ولا في اي بلد يعني مسلم الانسان يفكر زوج خطرات ولا اكثر قبل ما يخطر هنا، خاطرش من بعد. احنا رانا ندمين ما نكذبش عليك، ندمين وشي احنا كولادنا كبروا رانا بالعقل ان شاء الله، لكن قدرنا الله ان نرجعهم ربي وطلع. ربي معكم يعني يسمع الاذان في بلاده احسن. انا راه صعيبه باش يكذب عليك واحد يقول لك ولدي يعني 100% يعني راهو حاكم في دين ولا في. طيب واضح. هذه نصيحه ومداخله تقدمها كريم من خلال برنامج والصلح خير بالنسبه للمهاجرين. شكرا على اتصالك وعلى هذه المداخله كريم. دكتور توقفنا لم نكمل بعد بالنسبه لقضيه عبد السلام، قلت بعض القوانين في الوطن العربي تشابه قوانين القانون الجزائري ليس 100%. نعم. ولكن لا يمكن القاعدة العامة، لا يمكن أن تصدر أحكام في محاكم أجنبية. نعم. ثم يؤتى بها مباشرة وتطبق في في البلد الأم. نعم. لا يمكن. نعم. تخضع لإجراءات كان دي بروسيدور اللي أشرت إليها، كان دي اتفاقية دولية وكان قوانين داخلية في مجال الإجراءات اللي اعطينا في الجزائر على سبيل المثال. وبالمناسبة في مراسلات يعني من بعض المهاجرين من مختلف الدول العربية تقريبا الهم واحد يعني. نعم. تتغير فقط هذه الهموم ولكن في عمقها هي واحدة. واحدة. لذلك حينما نجاوب على مسألة معينة نعمل بالأشباه والنظائر يعني تشبه لها ما يشبهها في البلدان الإسلامية. نعم. دكتور حتى نخفف شوية القلق والحزن على زكية من فرنسا اللي اتصلت وقالت باللي شيخها وعجوزتها توفى ودفنهم في فرنسا وخافت أنهم يلحقوا المرحلة الإجراء تاع حرق الجثث يعني الموتى المسلمين هناك. دكتور سعيد تفضل. زكية من فرنسا نتمنى أن تكوني في الاستماع، تفضل دكتور. الأخت زكية أيضا سؤالك هم كبير. أذكر لعلي ذكرت واحد المسألة في أحد المرات، واحد الشاب عنده 25 سنة
سافر إلى بلاد الغربة. نعم. وحينما اتصل أول مشكلة طرحها قال لي عندي مشكلة نتاع كيف كي نموتوا وين ندفنوا. فقلت له يعني خير إن شاء الله ما بك، يعني أنت شاب صغير بصحتك تتمتع بالصحة. قيل لست مريضا والحمد لله. قال لي ولكن وصلت لبلاد الغربة. فاطمة قسنطينة. نعم. غرفة البث فيها واحد النشاط. السلام عليكم فاطمة. السلام عليكم. مرحبا بك أختي الكريمة في برنامج وصلت الخير. مرحبا بكم. السلام عليكم. ربي طول في عمركم ويجازيكم على الحصة هذه. أمين. عندك قضية فاطمة؟ بسم الله. عندي قضية تاع عندي عجوزتي في فرنسا. عجوزتك في فرنسا؟ نعم. إيه. وعندها واحد فرق متزوج هنا في الجزائر ما هي المرأة تاعو. كي كنت صغيرة كي ولدت الطفلة الأولى تاعها التي أنت ربيها. عجوزتك ساكنة في فرنسا. هي. فهمناها. وعندها ماذا؟ يا ربي هذاك يعدو عندك الأولاد الصغار. عندي ثلاثة صغار. فاطمة سمحي لي، عجوزتك تسكن في فرنسا، واش عندها هنا في الجزائر؟ عندها بنها برك اللي مزوجة بها، أنا هنا برك واحد عندها في فرنسا. ولدها اللي مزوجة به أنت، طيب، أوكي، تفضلي. هي. كي عطيتها طفلة عطيتها مدة 4 سنين. أنت عطيتها عطيتي لها بنتك باش تربيها في فرنسا. هي عطيتها هذا مدة 4 سنين، على أساس تديها وتجيبها كي شغل تشوفوا عمالاتها تشوفوا مالها أساس، كي ديتها طفلة نهار يدينها نهار يدينها حتى كبرت، كي كبرت ودارت لها الكواخت 7 سنين ما جاتنيش. كي جاتني الطفلة ما حبتش تقعد، قالت لي نولي لفرنسا بعملنا. كي جاتك طفلة شحال كان في عمرها فاطمة؟ كي جاتك طفلة شحال كان في عمرها؟ طفلة جاتها قلت مولاتها 4 سنين. لا لا كي جاتك بنتك شحال كان في عمرها؟ كي جاتني كتبت 7 سنين في فرنسا ما جاتنيش، حتى داروا لها الكواخت من حتى تجيني تروح. طيب بعدها ما حبتش تقعد عندك، حبت تولي لفرنسا. تولي لفرنسا هي. جات ولات داتها قلت لها انا روحي كيعطي مربيتها وتقري فيها، والحق كانت معاودتني عجوزتي هنا تجيب لي المصروف تجيب لي القش تدير في الدار تدير في كل شيء مخصصه حتى في حياتي. وراه المشكل الان فاطمه باش نسيروا الوقت. وراه المشكل الان؟ المشكل بكا كلمة مات بويها وتناقشنا على المنزل هذا اللي ندير تولي طفلة بك 10 سنين ما جاتنيش وما تهدرش معايا. مات زوجك؟ مات الزوج تاعي فوق عنده 11 سنة. 11 سنة والطفلة ما راهيش تجي عندك. كي تناقشنا على الدار جات كيما مات وجات كيما في الخطبة تاع اختها، نهار اللي تناقشنا على الدار قالت لي خرجي من الدار تاعي، قلت انا ما نخرجش درتي هادو كي كان نحب، ما نقدرش دوك ما عندي وين نروح، ما عنديش دار اخر نروح ليها. ما نقدرش دوك حيت ما تحتارش معايا عندها 10 سنين ما تتمشي للجزائر، ما على باليش بها حتى ما عندي تليفون تاعها، ما تهدر معايا ما تعجب لا ما والو. طيب وعندك اخبار تاعها عن طريق عجوزتك ولا لا؟ لا لكن عيط مع عجوزتي نقولها راحي نتصالحوا على الدار وبيعي دار، كنا دوكا معطاتني الحكومه دار، تقول لي اني نجي كي نقولها الطفله تقول لي هي تعيا وتجي، كنا دوكا عمري 60 سنه كبرت دوكا. طيب واضح. نشوف بنتي. واضح فاطمه. ما تحيريش فاطمه، تبعي البرنامج وراح تسمعي الدكتور كيفاش يعالج هذه القضيه. زكية من فرنسا بالنسبة لي شيخها وعجوزتها الدكتور اللي توفى. فقلت هذا الشاب اللي عنده 25 سنة فقال لي والله غير لقيت وين أدفن كي نموت وكذا، قلت ما بك أنت بصحة جيدة، قال لي نعم ولكن هو وجد هذا الانشغال قائما هناك. نعم. باش ذكرت هذا باش نقول ب 25 سنة طبعا الموت قريبا الكبير والصغير. أكيد. ولكن كيف أنه وصل وجد هذا الهم، وفعلا لأنه الأخت زكية تقول شيخها وعجوزتها ماتوا في فرنسا دفنوا هناك وكراوا بالكراء. نعم. كاين اللي يشري قبر هذه طريقة قانونية معمول بها، وكاين اللي يكري كل سنة لازم يدفع الكراء لوكاسيون يدفع. الأخت زكية تقول أنا نفكر بعد وفاتي أنا كنت صرا لي نفس ممكن الجيل اللي يجي ما يدفعش، وكما قالت هي يقلعوهم ويحرقوهم. وطبعا هذا حزن كبير. هذا هم كبير من هموم الغربة. لذلك يا أختي زكية نقول لك يجوز لك باش تخرجوا هذا الشيخ وعجوزتك وباش تدخليهم للوطن،
أو يكون النقل نتاعهم إلى مقبرة اللي هي مخصصة للمسلمين. نعم. باش تضمني أنه هذه المقبرة وقف لا يمكن العدوان عليه وعليها، يعني على المقبرة لا يمكن الوقف على هذا العدوان، العدوان على هذا الوقف يعني اللي هي المقبرة. إذا تأكدت من هذا كاين تأمين باللي هذيك المقبرة ما كاينش اللي ينبش القبور واللي يقلعهم واللي يحرقهم، لا حرج. وإذا كان عندك هذا الخوف يجوز لكم باش تجيبوهم إلى أرض الوطن. ولنعود إلى هذا الموضوع. نعم. إنه فيه مشاكل طرحت خاصة على البرنامج في هذا الشأن. ربي يكون معكم وربي يحفظكم. نعم. إن شاء الله. خاصة دكتور بوغ لو غاباتريمون أيضا تاع لو مشكلة سركي. مشكلة. نعم. نعم. مشكلة كبيرة. نعم. إذا نأخذ اتصال من أبو نور الدين من فرنسا. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أخي الكريم، نحن نستمع إليك، تفضل. الله يرحم والديك. وعندي مداخلة يعني كنت سمعت ديجا واحد من فرنسا تكلم على الشباب الجزائري اللي راهم. نعم. ينتحروا. نعم. كريم. نعم. ايوه انا راني شاطره في الكلام نتاعه، في المداخله تاعو. نعم. في المداخله نتاعه. وانا حنايا كيما احنا رانا في الغربه هنا دائما حنايا هنايا الجسد نتاعنا هنايا، ولكن العقول تاعنا دائما في الوطن، في البلاد نتاعنا. ربي يقدركم ان شاء الله. ايوه وكيما كان يقول اولادنا راهم في المدارس يعني. حنايا مهما رانا نقروهم ودائما عندنا صدر السلاح نتاعنا هو الدين نتاعنا. ان شاء الله. أيوة. يعني ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يقدركم. ابو نور الدين من فرنسا، ان شاء الله ربي يقدركم في تربيه الاولاد. اكيد ان الامر ليس بالهين والامر صعب جدا. ان شاء الله ربي يقدركم جميع المهاجرين عبر العالم. دكتور نعود الى زكيه. خلاص كملنا مع زكيه. نعم. بالنسبة للقضية تاعها. أم أحمد من العاصمة، أو دكتور فضل كريم من فرنسا، ثم نعود إلى أم أحمد من العاصمة. كريم اللي كانت المداخلة تاعو تتلخص في نصيحة للشباب المهاجر. نعم. والله نصيحتك يا كريم جزاك الله خير من فرنسا نصيحة في الصميم. في الصميم، لأن رأس المال هم هؤلاء الأولاد الذين يعرضون لخطر الاستلاب الحضاري، لضياع أخلاقهم، لضياع دينهم، لضياع قيمهم. وعبر الأخ كريم عن صعوبة تربية الصغار. الصغار. نعم. وهؤلاء الصغار يعني من ساعات كما قال الأخ كريم في المدرسة ويتلقون ثقافة غريبة عن دينهم وعن أصالتهم وأعراف وعادات له. وفي المجتمع أيضا حينما يخرجون ويحتكون بأولئك الشباب بأقرانهم أيضا لا شك أنهم يتأثرون ببعض أخلاقهم وسلوكاتهم، وهذا أمر يعني صعب جدا. لذا مهما كان حرص الأولياء نعلم علم اليقين أن جهودكم معتبرة. الله يبارك، تسهروا تتعبوا ترافقوهم تربيوهم وتحاولوا تتلاقاو مع الأسر المسلمة باش يعني تخلقوا لهم الجو الأتموسفير وين يحسوا لا يشعرون بالغربة أو تخففون من ألم الغربة. كل هذا معلوم يعني، يا ربي يجازيكم خير على جهودكم، ولكن الأمر صعب وصعب للغاية. نعم. وكاين منهم اللي وفق في تربية الأولاد، كاين اللي وفقوا، ولكن للأسف كاين اللي ما قدروش يعني ما استطاعوا، تغلب عليهم المجتمع على وجه الإطلاق. وكاين اللي فلتوا أولادهم من أيديهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فصاروا جانب، تبنوا الأديان الأخرى وتبنوا الثقافات الأخرى. إن شاء الله يا أخي كريم ربي يكون معكم. لذلك نضيف النصيحة نتاعك أنه اللي يقدر باش يدخل يدخل قبل ما يكون هناك أولاد وكذا، معليش الظروف الدراسة أو العمل وكذا. ولكن بصراحة نسأل الله العفو والعافية. هذه نصيحة.
واللي لقى روحه متحكم في الوضع، ظروفه في بلاد المهجر تساعده على التنشئة السوية المستقيمة لأولادهم ربي يعينهم. سي كا بار كا، يعني ما نقدروش نعطيو ان جوجمون جلوبال، حكم عام للجميع لا، ولكن الشيء المتفق عليه صعوبة المرافقة. البارحة اتصلوا بي ثلاثة من بلاد الغربة، قال لك حتى يوكلوهم الحرام يعني في المدارس، وكلوهم يعني في، وقال لك مهما كانت جهودنا قال ولادنا مسلمين ما توكلوهمش وكذا، وقال لك احيانا واللي ما ياكلش يعتبر ان غوفو تاع الغرفة، رافض يسجل هكذا. اي نعم. فبالتالي بعد نصحناهم بالعمل باستثمار بعض القواعد القانونية عندهم من اجل تخصيص يعني ماكولات لهؤلاء، ولا انتم بالتنظيم نتاعكم تجيب لهم الماكله، ولا شوفوا اي طريقه من طرق، لانه اذا كان ولفوا اكل الحرام يعني ايضا سينشؤون على ذلك، وهذا الامر صعب. راكم تجتهدوا ربي يعينكم وربي يكون معكم ان شاء الله جميعا. امين دكتور. معليش نضيفوا ابو نور الدين مادام عنده علاقه بالموضوع. نعم ابو نور الدين نفس الشيء بالنسبه لمداخلته والتي تتعلق الامر ب يتعلق كمداخله كريم من فرنسا، تفضل دكتور. والله وقال بعد موافق الاخ كريم في الاتصال نتاعو، قال لك اجسادنا هنا ولكن عقولنا في الحقيقه فينا. يعني في نعم. في بلادنا. وراك عبرت عن الحاله التي يعيشها المغترب في بلاد المهجر. واش نقول لك يا اخي ابو نور الدين، ربي يكون معكم، اجتهدوا تعاونوا تلاقوا، ديروا جمعيات وديروا فضاءات للقاء، وتتشاوروا وتتعاونوا، اللي شفتوه يعني ولاده فلتوا من يده عاونوه. ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى، والمصائب تجمع المصابين كما يقال، والغربة هذه تعلم أيضا قيما أخرى في الحقيقة، قيمة الأخوة وقيمة المحبة والتضامن. المحبة والتضامن. يجتهدوا تعاونوا إن شاء الله ربي سبحانه، إذا اجتهدتم في تحقيق ما تقدرون عليه ربنا سيحقق لكم ما لا تستطيعون. والقاعدة تعمنا جميعا، إذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. بل كلنا الآن نعيش هذا الخطر في الحقيقة حتى في أوطاننا. نعم. إنه مع هذه العولمة الإعلامية التي لا حد لها، هذه العولمة الثقافية التي لا تسدها سدود ولا تحدها حدود، شبكة العنكبوت الكبرى. نعم. الشبكة العنكبوتية في الحقيقة تهددنا جميعا. لازم نكون كامل في حالة من اليقظة، حالة من الحذر. نسأل الله الحفظ والصون للجميع إن شاء الله. دكتور أم أحمد من العاصمة، وإن كان السؤال القضية تختلف عن قضايا الجالية فيما يتعلق بالمواليد، تفضل دكتور حتى نسير الوقت. تفضل دكتور. نزل تفضل دكتور. أم أحمد من العاصمة. أولا يا أختي، هذا الأب الذي يريد أن يقسم بعض ممتلكاته على أولاده هذا أمر مشروع. ونحن أيضا نقول الجالية انظروا ماذا يحدث عندنا أيضا. هي نعم. نعم. هذا أمر مشروع، ما يخليش حتى بعد الوفاة، وأمر الوفاة لا ندري من يموت أولا. دكتور نأخذ اتصال. نعم. يقول سعيد وحياة سميرة من فرنسا، ونحاول نختصر معها قبل نهاية البرنامج. سميرة من فرنسا، السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام، اهلا بكم وسهلا. والله صحيتوا على هذه الحصه اللي راكم دايرين هنا، والله ما كانتش. السلام عليكم. ستشاهدين اعداد اخرى سميره، تفضلي عرضي قضيتك باش ما يروحش عليك الوقت ونسمعك مليح، تفضلي سميره. والله حبتكم على هذه الحصه، هي اول مره نشوفها في، جاتني في القناه قران، رانا فرحانين وان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله يا ربي. أمين. يهني الجزائريين ويجعلهم متحدين. حابين حابين حاجه واحده يديرها لنا رئيس، نقصنا شويه، نقصنا من التاشيره تاع نتاع البي. والله انا عندي 10 سنين ما هبطتش البلاد، والله والله راني تعرفي نبكي بالدم، وليتي راهم يبكوا، والله توحشنا البلاد، راني
رانا نهضر في فايبر، مي فايبر ماهيش كيما نهبط البلاد. حابين حب رئيسنا يساعدنا، الله يبارك الشعب الجزائري وبلادنا ان شاء الله ربي يوفقها. وراني كل يوم من نوض الصباح من جاتني هذا لقيت قناه اخوانا، ربي ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تعودي للوطن، للوطن تاعك سميره معايا. ان شاء الله تعودي للوطن تاعك وتكون تخفيضات فيما يتعلق بتذاكر السفر سميره. شكرا جزيلا على اهتمامك. ان شاء الله ربي ان شاء الله يوفق الرئيس ان شاء الله. في ربي يوفقكم انتم ايضا الجاليه المسلمه في المهجر. شكرا. اولادنا راهم يوكلوا فيهم في الحرام هنايا. نعم نعم. الدوله الجزائريه دير لنا كما نقولوا حلول اولادنا بزاف هنا ناقصين. ان شاء الله الاهل الجزائريين يتجمعوا مع بعضهم بيتكلموا في كلايس، ما عندناش كلايس فينا نروح نتشاوفوا مع بعضنا. انا كاين شي صوالح ما نعرفهمش ديفينيتيف، ما نسمحش بهم. انا ما نخرجش من داري المدرسه، من المدرسه للدار، ما نعرف حتى حاجه. طيب طيب شكرا شكرا سميرة معذرة، الوقت الوقت نعم. يداهمنا والا تركتك، ولكن قلت الرسالة وصلت. الرسالة وصلت كما قال الدكتور سعيد بوزي بالنسبة لسميرة من فرنسا، حتى نتقاسم معكم كل هذه الهموم والأحزان والمشاكل. نعود إلى أم أحمد من العاصمة. دكتور تفضل. أحمد، إذا الأب عنده حق باش يقسم ما يملك على أولاده، ولكن المطلوب أن يكون عادلا. هنا يعمل بقواعد التسوية، لأن هذه هبة دوناسيا صافي. إذا كان أعطى 400 متر للطفل يعطي 400 متر للطفلة. المكان ما فيه إشكال يعني، وأعلم هذا ربما هناك بعض الخصوصيات. إذا أعطى الطفل 200 مليون يعطي الطفلة 200 مليون. وإذا حب يعطي زيادة لواحد من الأولاد ولا من البنات، من الأبناء ولا البنات، لازم يكون هناك مسوغ شرعي. نعم. مثلا المرض او شملها او مزاولة الدراسة، لازم تكون هناك مسوغات شرعية. نعم. هذا واش نقدروا نقولوا. اما اللي راهم يظلموا لا، يخالفوا كلام ربي. ربي قال يوصيكم الله في اولادكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله خافوا ربي، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لازم التنبيه الوالدين باش ما يغلطوش. ربي وصل الأولاد باش يقادروا ويطيعوا الوالدين، ولكن أيضا ربي وصل الوالدين باش ما يظلموش أولادهم. نعم. إن شاء الله ربي يهدينا جميعا يا أم أحمد. ونختم فاطمة. بفاطمة. نعم. كم بقي الوقت باش ربما 8 دقائق أو 10 دقائق. الله يبارك. نعم. 3 دقائق. دكتور سميرة من فرنسا بالنسبة لفاطمة. فاطمة بالنسبة لفاطمة وعجوزتها من فرنسا اللي دات بنتها. نعم. وربتها. نعم. والله يا فاطمة هذه بنتك. يقول 3 دقائق دكتور. بنتك تربات في مع عجوزتك في الخارج يعني في الغربة، وراهي النتيجة. هاو النتيجة واضحة جلية. نعم. يعني ولات ما تكلمكش، ولات كذا بعد ما تسوت الوضعية الإدارية نتاعها، عندها وثائقها إلى آخره، وزادت تجي وتدبر في موضوع الدار وكذا. نصيحتي انه لازم عجوزتك تعاونك. دونك الطفله عندها كواغت، هاو جات الجزائر من بعد ولات، قالت لك نولي ولات. عجوزتك عندها دور كبير باش ترجع اللحمه اللي بينك وبين بنتك، وزايد الاقارب الاخرين يعاونوك. لازم يعاونوك، والا الطفله تروح عليك. يعني انت يا فاطمه اجتهدي الشيء اللي قدرتي عليه بالتعاون مع جوزتك ومع الأقارب، وخلي الأمر في يد ربي سبحانه. إن شاء الله ربي يهديها ويسخرها وترجع لحضنك وترجع لبلادها. أمين. حتى إذا كانت كملت عيشت مع جوزتك، يعني المهم تحافظ على دينها وتحافظ على طاعة الوالدين وطاعة الوالدة، وإن شاء الله ربي يحفظها من كل سوء. سميرة من فرنسا دكتور بالنسبة لي. سميرة من فرنسا، واش نقول لك؟ يعني هذه دعوة نتاعك هي تهم الكثير من المهاجرين. هي دعوة نرفعها إلى كل من يهمه الأمر وهو القادر على تخفيض تذاكر السفر، تخفيض تذاكر السفر تيسيرا لزيارة هؤلاء المغتربين. نعم. لعائلاتهم في أوطانهم. والأمر خاص بالجزائر وبالأوطان الإسلامية قاطبة. بارك الله فيك دكتور. إذا نعيد المشاهد الكريم بحلقة أخرى نتحدث. نعم. فيها عن شؤون. نعم. الأسرة أو مشاكل الأسرة في المهجر أو في المجتمعات الأجنبية. شكرا دكتور على هذا الرأي السديد والرشيد، ونشكر الطاقم التقني الذي ساعدنا في إنجاح هذا المباشر. من خلال كل هذه الاتصالات نصل إلى نهاية هذه الحلقة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.